نحن الآن في مصيف سلمى ريف اللاذقية، نرصد آثار الدمار الذي خلفه القصف في أحد الأحياء. انظروا في كل مكان قذيفة في هذا البيت. هذه أخرى وهذه أخرى. وهذا منزل آخر. تعرض كليا للتدمير. أساس البيوت كله خارج البيوت نتيجة القصف من جيش الطاغية على بيوت المدنيين وممتلكاتهم. وهنا هذا المنزل سقط عليه أحد برامل TNT من طيران الطاغية. انظروا ماذا حل بالمنزل، دمار شامل، لم يبقى فيه شيء صالح للاستعمال. وهذا المنزل بجاوره بجواره. وهذا المنزل آخر، وذاك منزل آخر، كلها تعرضت للقصف والدمار والحرق. ريف اللاذقية، مصيف سلمى، 19/1/2013.